السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفو HTML iframes. هاد iframes بحال يعني واحد الصفحة منبثقة وسط واحد من الصفحة، يعني بحال مثلا الفيديو ديال اليوتيوب اش كتبغي اجوتيهم كنجوتيهم بالiframes. نبدا على بركه الله باش نفهموا مزيان شنو هما هاد الاي فريمز. نكبروا هاد الشي شويه باش يبان لنا مزيان. اي فريم كنكتبوا اي فريم اس ار سي تساوي يعني بحال الشكل ديال ايميج، غير ايميج ما عندهاش الطاق ديال الاغلاق، وهذه عندها الطاق ديال الاغلاق. سورس مثلا نصوبو واحد البيج سميتها about .html، نديرو نيو فايل سيف نسميها about .html، نديرو سيف .html about هذا الباج نسمعك من عندنا فيها والو. ندير واحد الهيدين this is the heading، ندير واحد الباراجراف this is paragraph شي اللي كاين. نجيو دابا نديرو open البراوزر. كما كتلاحظوا هاي ديك الباج ديال about تفتحات لينا وسط من هاد الاي فريم ديالنا كما كتلاحظوا، يعني كيعطينا واحد صفحه وسط من صفحه. هذا هو الاي فريم. عندنا حاجه اخرى مثلا بغيتي تحيد له هاد البوردر باش ما يبقاش باين، نسيت نحيدو بالسي اس اس بس تقدر دير ستايل بيان سي هاديك بوردر لي كنا شفنا سي اس اس بوردر ناو. نجي ندير اكتيفيتي هي تحيدات اولا بغيت نحيدها بالسي اس اس. نجي ندير اي فريم ندير بوردر ناو بيان سي غتكون عندي نفس ريزيرف. كيمكن لينا نتحكمو عاوتاني في الويت ديالو، الويت مثلا نقول له 500 بيكسل والهايت مثلا 300 بيكسل. يمكن لينا نحيدو هاد والبوردر يا اما ناون يا اما كيمكن لينا نديروه بالشكل اللي بغينا. نقدر نقول مثلا دير بيكسل دوتد مثلا لايت بلو كما كتلاحظوا ها هو كبر فريم ديالي. شنو عندنا اخر؟ عندنا واحد اللعيبه هي التارجت. التارجت اللي كدرنا في لينك يعني كيمكن لينا نديرو هنا، غير هنا كدار بطريقه اخرى. مت كنزيدو هنا نيم ستادي ديال انسيرت نيم مثلا نسميوها ايفريم 1 مثلا، ومن بعد نقدرو نجيو نديرو واحد باراجراف وسط منها واحد الاي وهادي اي نعطيوها ونجيو عوض ما نديرو توجد لكم فاش التارجت فيها الاي فريم تنجيو تنكتبو هاديك السمية نيت اللي كتبنا اي فريم 1
ليكم راه كاينه فريم نيم هي هادي اللي كنسميوه يمكن ليا نديرو تارغيتي، يعني باش نكليكي على هاد اللي يمشي ليا فين بغيت. ندير مثلا كليك نيم شي حاجه ونجيو نديرو هكذا كما كتلاحظوا عطاني نفس لاباج وسط باج. او لا ممكن ندير هنايا ندير about.html نجي ندير actualize كليك هنا لاحظوا كتفتح ليا كيما كنكليكي كتفتح ليا ديك الباج ديال about.html. ممكن من هنا كاع في السورس ما نعطيها والو تبان ليا الريسبونس حسن. اس ار سي ما عطيتش والو نور علاش كتعرفي شي ما ديجا كليكيت عليها زعما اوبن مباشر كما كتلاحظ دابا تبان هي ما فيها والو كيما الا درت كليك مي هي تافيشي هي ديك الباج ديال الاباوت كما كتلاحظوا هذه هي التارجيت اللي كنا قلنا غادي نشوفوا تقريبا هذا الشيء اللي كاين في الاي فريمز. صراحه حسن ما يعني الا بغيتي تكوبي واحد الفيديو ولا من يوتيوب كتدخل في يوتيوب فاش كدير سميتو امبد ولا هكذا يعني كيعطيوك هما داك الاي فريم كتكوبي يعني ولات ساهله الامور ولكن ما فيها بس انكم تعرفوها. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.